مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسيان. اليوم أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا، وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله. وشدد البيان على أن أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبدأ والضوابط التي جاء بها الدستور، وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر الداهم. ونبه المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء خارج الإطار والضمانات القانونية حسب نص البيان، مؤكد انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب، مجددا دعوته إلى ضرورة تعهد القضاء بالملفات. ويأتي هذا الموقف ردا على ما جاء في بيان لمجلس الوزراء من تعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.